يأتي هذا اللقاء الجهوي اليوم بجهة أكادير والذي يضم كذلك مناضلي فروعنا بجهة قلمي موادنون ضمن برنامج وطني سطره المكتب التنفيذي، الغاية منه عقد لقاءات على مختلف الجهات على صعيد الوطن ككل، وذلك أولا للتواصل والتعريف بالمخاض الذي تمر منه الجمعية مؤخرا، ثانيا التعبئة وتسطير برنامج وطني للاحتجاج والتنديد لما تعرفه الجمعية من هجوم مخزني عليها. كان عندنا تضامن المطلق مع الاخ والرفيق رشيد الشراعي، محمد رشيد الشراعي. الناس باغيين غير يوصلوا صوتهم ما لاقينش كيفاش. من هذا المنبر هذا كنقول لهم انا مرحبا بكم، حنا بابنا مفتوح، الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بابها مفتوح للجميع، جميع المضطهدين وجميع المستضعفين. اليوم نسجل بامتعاض شديد، لان اليوم الدوله المغربيه ما زالت سائره في نهجها واستحضار المقاربه الامنيه عوض الاجابه الحقيقيه لكل المطالب للحركه الاحتجاجيه على المستوى الوطني. فاليوم نسجل كذلك لانه فعلا نحس من خلال متابعتنا لكل القضايا الحقوقيه انه فعلا المغرب يستحضر مقاربة الأمنية من خلال نهجه أساليب القمع ومحاكمات سورية لكل مناضلات ومناضلي هذا الوطن، ونهج سياسة تكميل الأفواه لكل الأصوات الحرة التي تنتقد كل السياسات الرامية إلى الإعجاز على كل الحقوق المكتسبة الذي راهن عليها الشعب المغربي وناضل عليها الشعب المغربي طيلة سنوات مضت. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.